طارق، اصل هما دلوقتي السلطه التشريعيه عشان المسائل ما تبقاش فوضى. منيح. ابني نجيب ما رضيش يسلم سلاحه، قام ابني حامد وقف له، قال له الاولاد كانوا حيقعوا ببعض يا ناجي بيك. الا ودي شغلانه ايه دي؟ وانت كان رايك ايه؟ ما فيش حدا بيسلم سلاحه، البلد معرض للضرب كل يوم يا ناجي بيك. احنا قبل ما نفتش بعض لازم نشوف الصهاينة ايش بيسووا. احنا واقفين البعض وسايبين عدونا يمرح بكيفه. وانت شايف اخرتها ايه يا ابو طارق؟ هينا عايشين لبين ما نشوف اخرتها، ولا عمرينها ما تبين. يا ناجي بيك، نحن سوينا اللي قدرنا عليه، والدور دلوقت للشباب. الحقيقه شكلهم ما يطمنش ابدا ابو طارق. ايش اخر اخبار النكت في مصر؟ لا احنا عايزين بقى نسمع نكت غزاويه، اصل عندنا ازمه نكت كبيره في مصر. قول لنا انت واحده يا ياسر. طب اسمعوا، في اتنين محششين من غزه، واحد بيقول للتاني ايش رايك احنا الاثنين نصير فنانين؟ قال له كيف؟ قال له بسيطه. قال له انت بتصير فنان تشكيلي وانا بصير فنان اشكيله. هلا يعني كشكيشي اخرس. طيب اسمع دي، غزاوي راح يحج، عم شاف الناس بيرجموا ابليس بالحجاره، جاب عجل سياره وولع فيه. وزارات الاعتراضات والحاجات دي، يخرب عقلك يا ياسر، ده انت مصيبه. ياسر دماغه مقلوبه، هو هيك طول النهار والليل بيتمسخر وبينكت. طب اسمع هادي، قررت الغزازوه والنبالسه والخلايله يبني جسر بين هالمدن الثلاثه. الغزازوه قالوا الحديد علينا، والنبالسه قالوا الحجاره علينا، والخلايله قالوا الاسمنت علينا. بعد اسبوع وقع هالجسر فوق دماغ الناس. قالوا الخلايله يا خساره راحوا الاسمنتات، والنبالسه قالوا يا خساره راحت الحجاره. الغزازوي قالوا منيح ما حطينا حديد كان راح علينا. أنا توت. وأنا كمان. طب اضحك. عشان الحديد. لا اسمع هذه يا ناجي بيك، أعلنوا منع التجول في غزة، قام طلعوا أهل غزة عشان يشوفوا إيش القصة. تحكوش ليه؟ انا هموت بالله. قول لي يا ابو طارق، هو انتوا قرايب الصعايده؟ اي نعم، احنا اولاد عم الصعايده، يعني لو ما كانش فينا عرق صعيدي كنا صمدنا كل هالصمود يا ناجي بيك. ايه ده مش نقطه. والله ليك حق يا ابو طارق. طبعا اذنك بقى يا ناجي باشا. على فين يا ابراهيم؟ هنزل مع ياسر شوية يفرجني على البلد، أصل عمري ما شفت غزة. يا سلام. والله. اقعد ما تقلبليش دماغي. خليهم يطلعوا يطشوا، الشباب بدهم يتفسحوا شوي، غزة كلها شارعين، يلفوا لفتين وبيرجعوا على طول. طب يلا بس ما تأخروش. على طول عمي. يا نهار ابيض، ايه ده يا اسر؟ ده
ده مستوى الجمال عالي قوي عندكم. وراح تاخد من السويد يا راجل. البنت هون مو مثل تبع تامر حسني ولا عمر دياب. فتى احلام البنت هون له مواصفات تانية. مواصفات تانية ازاي يعني؟ هون البنت اول ما بتولد هي مرتبطه بالبطل اللي تابع للمقاومه يلي بيستشهد عشان خاطر بلده. يعني افجر نفسي قدامها عشان تحبني ولا ايه؟ لا لازم تحبها بوطنيه. اصلا اللي بيحب عنا بيقولوا عنه تافه. تافه؟ انا الكلمه دي بسمعها كتير قوي اليومين دول. سطر حب سطر مقاومه، كلمه حب كلمه وطنيه، هتلاقي الامور مشيت معك مثل العسل يا حبيبي. يا الصور يلعن ابو ام الحروب يا اخي. انا مش عارف الناس الهبله دي بتحارب ليه. غل ونفسنا وسواد بعيد عني. عارف يا ياسر، انا نفسي كل البنات اللي في الدنيا يمشوا مع كل الاولاد اللي في الدنيا، والحياه كده تبقى مليانه حب وضحك ودلع وحاجه اخر مليطه. فهمني يا ياسر. ايه فاهمك. فين بقى اصحابك البنات؟ إبراهيم العزقلاني شاب مصري ضايع، ولقيت نفسي من ربع ساعة. إيش يا صاحبي؟ هذا الحكي ما بينفعش فيهم، ما بينفعش غير عندكم بمصر. ليه؟ هي الساعة هنا غير عندكم؟ بتعرف يا الشاب اللي قاعد قدامك اللي مالك عاطي أي أهمية إيش رح يعمل بإسرائيل؟ لو بتعرف كنت أخذتني بالأحضان. تاخدك أنت ليه؟ أنا اللي حعمل. هو إيش حتعمل في إسرائيل؟ ده أنا هبهدلهم، بس قولي إن شاء الله. الأخ إبراهيم بطل من أبطال المقاومة. الله يخليك يا أخ ياسر، الله يخليك يا حبيبي. ايه المكان اللي انت جايبني فينا؟ حلو. حلو ايه ونيلة ايه؟ انت جايبني عند كبابجي؟ انتوا ما عندكوش هنا مكنة، مكان متطرف، مقطم، اي حاجة من الحاجات الهبلة دي؟ ايش مكنة ومتطرف دي؟ دي بلاد بتحارب. طب واللي بيحارب ده برضه مش لازم يقعد قعدة هادية قبل ما ينزل يحارب عشان يبقى عليا وعلى أعدائي؟ ما تيجي نتمشى بالعربية شوية. يلا. يلا بينا. لا لا بقول لك ايه؟ هات لنا السوق عشان انا بعمل امريكاني وهيعجبهم قوي.